كل التحية لكم اليوم وكل يوم عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. موضوع اليوم كتار بيقولوا امتى رح نخلص منه، امتى رح نبطل نحكي فيه، هو المقصود موضوع التيار الكهربائي. طبعا موضوع العدادات، موضوع المولدات الكهربائية وما رافقها من سجالات وأخذ ورد بكثير من الأمور، بيختصرها قرار لمعالي الوزير يلي بيقول تركيب العدادات حتى النهاية وأنا قد كلمتي. بهذا الإطار رح نراقب نحن وياكم شو عم بيصير ميدانيا على الأرض، وين رايحين بهذه التطورات، مع ضيفتنا السيدة علي عباس مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة. أهلا وسهلا فيكي، اشتقنا لك. نحن أكثر. عن المولدات نستضيف لأول مرة معنا المهندس أحمد يونس، عضو اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة بلبنان. أهلا وسهلا فيك. سهلا فيك، صباح الخير. ستنا بدي ابدا من عندك لحتى نقول الوزير بيقول انه هو قد كلمته بتكون تتابعه بهذه القضيه حتى النهايه، كثار راهنوا وقالوا انه ما رح نوصل لخواتيم سعيده، بهذه المرحله كيف بتختصر الواقع الميداني على الارض؟ نحن وين رايحين؟ بصراحه نحن كثير جديين بهذا الموضوع، ما في تراجع، هيدا في هيبه الدوله على المحك وفي هيبه وزاره الاقتصاد والدوله ككل، مش بس نحن. نعم. يا اما في دوله يا اما في دوله، يعني احنا عايشين ببلد بيحترم قوانينه وانظمته. نعم. يا اما يعني ساعتها بتعم الفوضى، فنحن لما اتخذ القرار كنا عارفين لوين واصلين، نعرف بده ياخذ جهد ووقت، بس نحن قد هذا الجهد وبدنا نعطي هذا الوقت، وبالتالي نحن مصرين على تنفيذ القرارات الاداريه، واللي عنده اي اعتراض في جهات يروح يعترض عندها، ما في واحد يطلع على التي في اليوم ويقول او على وسائل الاعلام ويقول انا ما بدي التزم بالقرارات الاداريه، هذه جريمه مشهوده بيعاقب عليها قانون العقوبات. وسيدي عم بيعبر بالديمقراطيه عن رايه. الديمقراطيه اني اطلع اقول ما بدي نفذ القانون، الديمقراطيه بتقول في جهات حددها القانون لاعترض عندها على القرارات الاداريه. استاذ يعني من خلال دورك اليوم صعب كثير، يعني حضرتك انت رح تكون معنا رح تحكي باسم اللجنه المركزيه لتجمع مالكي المولدات اليوم، يعني قرار معالي الوزير مثل ما قال انه جدي وفي هيبه الدوله رح يكفوا حتى النهايه، انتم وين شايفين حالكم اليوم بعد مرور كم يوم تقريبا؟ نحن اليوم ب 15 يوم لنا، يعني وين شايفين حالكم اليوم؟ نحن في شغله بدنا نقولها نوضحها بقصه هي منا استعراض عضلات. نعم. يعني نحن مش انه مثلا يعني في صاحب الدوله صار في مغالطات. نعم. بالحكي انه مثلا من قبل مين؟ اصحاب انه لا يعني ساهمت فيها وسائل الاعلام بانه. نعم. اصحاب اصحاب المولدات يعني اصحاب المولدات هن ناس متمردين على القرار، هن ناس ضد العداله. ما فينا نحمل الاعلام بترجيك يعني مسؤوليه لشيء هن عكسوه بشفافيه، هيك قال هيك قالوا. خلينا نصور الامور. اول شيء في مساله مهمه كثير، الوزارات يعني ما عم تاخذها بعين الاعتبار. مين الوزارات تقصد يعني؟ وزاره الاقتصاد ووزاره. نعم. الطاقه. القطاع هيدا قطاع داخليه ما تنسى. ايه هلا خلينا نبلش بوزارتين. نعم. هيدا قطاع حيوي. فضل. هيدا اول شغله، ليش صرخه المواطن هلا طلعت؟ اذا ملاحظ نحن هيدي الصيفيه بس من هلا. ايه لا هلا طلعت بشكل صارخ، وما فينا نقول نحن انه وزاره الاقتصاد فائت مثل ما بيقولوا مثلا انه هلا فائت على، لا وزاره الاقتصاد هي من زمان. نعم. متابعه لهيدي الامور. نعم. بس الشغله الاساسيه انه هيدا القطاع بيعتمد على عاملين اساسيين. نعم. عامل العدد ساعات القطع الكهرباء. أوكي. كهرباء الدوله. العامل الثاني هو ارتفاع سعر النفط. نعم. المازوت. هيدول العاملين هن المحركين وهن لهيدي الشغله. أوكي. هلا ارتفاع سعر الفاتوره بناء على السعر العالمي للنفط، يعني بمعنى هلا نحن رح نوصل بعدين يمكن حتى هذا قرار وزاره الاقتصاد رح ترجع تواجه مشكله جديده انه اذا وصلت لاسعار عاليه اللي هو قد ايه اليوم؟ هلا حاليا نحن 21,000، نحن السنه الماضيه كانت 12,000 التانك المازوت، ما كان حدا كان حدا عم يحكي. وانا ها مثل اليوم قديش كنت عم نحكي انه كانت توصل كان يوصل الاشتراك الكهرباء ال 5 امبير 60,000 و55,000. اوكي اليوم فما كان هلا عم توصل هي نفسها صارت عم توصل ل 120-130,000. فاذا الموضوع طالع تصاعدي، يعني نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار نحن لسنا ضد العدادات، نحن وصلنا اجى القرار على اساس انه في معالجه، وزارة الاقتصاد اعتبرت انه انا بدي لبي صرخة المواطن. نعم. فممكن انه تحت. أوكي. شعار انه ممكن هيدا العدادات انه قد ما بتصرف بتدفع. مش مضبوط هيك؟
هو هذا اللي بدنا نناقشه نحن، انه هيدا هل هالشيء رح نفوت معهم بهيدا الشيء. نحن مش نحن فكره العدادات موجوده من زمان، مش جديده، 25 سنه في عنا زملائنا بيشتغلوا العداد. انا كشخص هلا باللجنه المركزيه بدي اقنع تبع بده يستمروا من 25 سنة. لا استمروا لانه مخالفين للتسعيره. كانت التسعيره ب 180 ليره الكيلو، وهن عم يبيعوا ب 500 وب 450. فالفكره هي كمان هيك استمروا. نحن اللي بدنا اياه هلا بدي اقنع انا تبع الديجنتير، كيف بدي اقنعه انه يروح عند على العداد؟ بدي اقنعه. قال لي اول كلمه، قال لي طيب انا يا اخي عم بيقول لي تبع العداد زميلي بيقول لي انا عم بخسر، ما في اشتغل على تسعيره. تنسمع مدام عليا يعني بالكلمه اللي عم بيقوله كثير مهم بتفضل فيها الاخ. هل ارتفاع سعر المازوت عم ينعكس كمان على الوصلة؟ بتصير يعني معناتها أنتم عم تعترفوا ضمناً أنه عم تاكلوا من المواطن بدون ما يكون لكم حق. أوريدي عم تعلوا التسعير عليهم، ضمناً عم تعترفوا أنه عم ناخدها بالميل التاني تحت الطاولة التسعيرة بهالوصلة، لأنه سعر المازوت عم يغلى. يعني أنتم معترفين سلف أنه عم تاخدوا أكثر من حقكم. ارتفاع سعر المازوت هو اللي عم بدليل على ارتفاع سعر الفاتورة، مش عم ناخد شيء. ارتفاع سعر المازوت سواء على العداد أو على الوصلة حيكون نفس الشيء انعكاسه. أنا عم أقول اليوم وزارة الاقتصاد راحت على هذا الموضوع لأنه في نقطة ضعيفة فيه، هي المواطن. المواطن هو الحلقة الأضعف بكل هالمعادلة، لا الدولة اللي هي ضعيفة ولا أصحاب المولدات ولا حدا. المواطن هو اللي بده يتلقى هالخدمة الضرورية، مش مسموح يستغل لأنه أنا هاي الخدمة ضرورية عم بأمنها المولد. طب أنا سؤالي بس خليني لو سمحت، نحن اليوم في وزارة الطاقة عم تاخذ بعين الاعتبار سعر المازوت، سواء بتحط كانت التسعيرة بالشهور الماضية على العداد أو على القاطع على الديجونتور، وبالتالي سعر المازوت له هو جزء من السعر، هذا ايتم من اللي بيستعملوه بالكلفه، وبالتالي سواء هون او هون. بس نحن عاملين لها حساباتها. اليوم انا صاحب دخل محدود، مش مسمح لك تاخذ مني الفاتوره كجزية. انا قد ما بدي بتحكم بمصروفي. وبنفس الوقت نحن طلبنا من وزاره الطاقه، كنا كثير عادلين بالمعادله، انه اليوم صاحب المولد عم بدور المولد، سواء انا كمواطن صرفت كيلو او ما صرفت شيء او صرفت 100، فبالتالي نحط مبلغ ثابت اللي هو كلفه تشغيليه للموتور عم يدفعه المواطن سواء صرف او ما صرف، وبيرجع بيدفع حق الكيلوات اللي هو عم ياخذهم. هذا الموضوع هالقد رسميله. هلا وزاره الطاقه مش عم تحط تسعير عشوائيه، عم تاخذ بعين الاعتبار كل الكلف اللي انت بتتكلفها كصاحب مولد، وعم تحط لك هامش ربح وترجع توصل للتسعيره. طيب نحن في شغل وزير الاقتصاد لما صدر القرار 135 قال انه لما قلنا له انه تسعيره الطاقه 280 ليره هيدي مجحفه، قالنا لا بالعكس عندكم هامش من الربح. تبين فيما بعد انه كلامنا طلع صح، وصلنا لل 410 لل 450، وبعدنا عم نقول انه مجحفه. ليه؟ لانه نحن دليل انه متجاوب معكم، تجاوب بعد سنه. بعد سنه ليش؟ نحن عم نحكي هلا تصدير التصدير الضوء يعني كل المواضيع اللي تصدير. لا انا سؤالي بس تعالي بس انا بدي تفسير لهذا الموضوع. تصدير المحاضر خلال هيدي السنه، ما رح نحكي خلال هالشهر هيدا. لا خلال السنه نحن عم نقول، كنا عم نقول انه نحن ما قادرين نمشي بتسعيره ال 280 ليره، وكانت كل من خالف عم تتصدر المحاضر، وزارة الطاقة عم بتقول انه لا هيدا محقق. طيب. كلياتها هيدي وين تصرف هلا؟ نحن ولا مرة انتم كنتوا، معلش يعني بدك تسمح لي، لو كنتوا عم تشتغلوا بخسارة كنتوا سكرتوا من زمان. يعني ما كنتوا مدبرين نفسكم للعالم. لا في مخالفة، لا في مخالفة. برضه نحن كان حكي هو انت ما في، هي مخالفة لأنه نحن ما فينا نكمل بشكل كثير واضح. ما كان اللي عم بيقول لكم عندكم، كان عم بيقول لكم وزارة الطاقة هي مسؤولة عن السعر. روحوا فرجوها دراسات علمية انه انتم الكلفه هي اكثر من هيك، ومستعده وزاره الطاقه فاتحه بوابه لتسمع لكم، وهذا اللي صار. كانت وزاره الطاقه مستعده انه تسمع وعمل دراسات علميه، وعلى هالاساس رفع السعر على اساس بيلتزموا بالعداد، لانه لما انت عم تاخذ على الوصله عم تاخذ مني اكثر من حقك بكثير سلف. قبل ما نبلش نحكي، لما انا على العداد عندك مبلغ ثابت، وعندك قد ما انا بصرف بدفع على حقهم مثل ما سعرتها وزاره الطاقه. ما احنا في شغله طيب، يعني وزاره الاقتصاد غير مؤهله. نعم. وزاره الاقتصاد غير مؤهله تتدخل بالتسعيره، لانه هي شغلتها متابعه التسعيره. نعم. هي قالت لنا ست علي قبل، قالت لنا لو بتكون الكيلو ب 1000 ليره بيعطيكم اياها ولا ب 100 ليره. لا مش غير مؤهله، مش عندها الصلاحيه حتى نكون عم نحكي. لا ما انت عم نحكي دراسات علميه. يعني اوكي مش غير مؤهله او مؤهله. نحن ما عم نفوت بالتسعيره لانه ما لنا صلاحيه. انت قلت لنا قبل انه اذا بيعطيكم الكيلو ب 1000 او بيعطيكم اياه ب 100، نحن بنكون بليره. صح. السعر من وزاره الطاقه نحن بنراقب على اساسه،
بالاخر في صلاحيات بيحددها القانون لكل وزاره، ولا وزاره بتروح بتتخطى صلاحياتها لتاخذ صلاحيات غيرها. وزاره الطاقه اعطاها القانون الصلاحيه انه هي تسعر، هي عم تسعر وعم تعمل اسعارها اكيد بناء على دراسات علميه، نحن عم نطبق انه عم نراقب على اساس سعيره وزاره الطاقه. طب هلا كل الموضوع اللي عم نحكي فيه يعني من خلال كل المعطيات، اليوم الاتحاد العمالي العام كان ضدكم بمرحله سابقه وصار معكم، صار معكم وصار معنا وهلا ادعى على وزاره الاقتصاد. ليش صار معنا؟ ما بعرف، لانه طلع هون. لا بدي اسال ست عليا، يعني لأنه هو بيقول انه هذا القرار هنا غير مدروس ولا يهدف الا الى البحث عن انجازات وهميه، كيف يعني؟ يعني بدي اعتذر من اللي عمله، هل عنده الصفه والمصلحه بالاول لحو هذا يدعي؟ بدي افترض ايه في مغالطات، قال انه وزاره الاقتصاد فرضت رسوم على المواطنين، هذا الشيء اللي هو غلط. هو بيعرف هلا الاخ هو صاحب المولد انه عم يقبضوا سلف 90% منكم عم تقبضوا سلف، صح ولا لا؟ فبالتالي هيدا التامين عم يقبضوا شهر مسبق، فبالتالي المواطن دافع مش انه هلا انا عم برجع بفرض شيء جديد. لا هيدا تبع ديجونتاج، هلا صرنا بالعداد بده ينتظر لاخر الشهر لانه في ناس معروفين. انت نحن عم نحكي عن التامين، انت لما كان على ديجونتاج عم تقبض اول الشهر، ليش عم تقبض اول الشهر؟ لانه عندك ريسك تحصيل باخر الشهر حتى انت يكون المصاري معك مسبق. شو هو هيدا ديبوزيت؟ ولكن اذا كان مشترك قديم، ما هو المشتركين القديمين كلهم دافعين. لا مش دافعين، مش دافع شهر مسبق. دافعين ولا مش دافعين؟ للعداد ولا للديجونتور؟ لا للديجونتور. ديجونتور بيدفع مسبق طبعا، لانه في حال ترك. خليني امشي معك حتى القديم في خوف انه يكون القديم. لحظه لاقول لك استاذ، انت عم تقبض اول الشهر عن الشهر، اليوم تشرين الاول انت قابضه بواحد تشرين الاول مش باخر تشرين، من واحد لعشر. هذا شو بتسميه؟ هذا شو بتسميه؟ ديبوزيت ولا ديبوزيت؟ فاذا انت ديبوزيت انت اخده سواء على الديجونتور سواء على العداد. نحن جينا نحط ضوابط على العداد، ما عم ناخذ. طيب على العداد هلا خلينا ناخذ اتصال. هلا سمعتوا انتوا قلتوا انه طيب العداد هيدا التامين كان موجود، عندي انا ريسك، عندي بس ريسك. اسمحوا لي ناخذ اتصال عليا، بس ما هيدا التامين ناخذ اتصال من تابع بترجيك. الو الو الو، نطع الاتصال نطرني كثير، يعني انا بدي اعتذر من الناس اللي عم يطلبوا. وقت لاشرح قصه التامين تفضلي. نحن الاخ عم يقول وهي البعض ليه قال علي، قالوا انه رضخت لاصحاب المولدات. نحن بدنا نوضحها. نحن بنعرف انه اصحاب المولدات اخذين اول الشهر وكانوا عم ياخذوا 200 دولار وشي 300 دولار وشي 300,000. جينا نحط ضوابط، نقول المشترك الجديد اللي هو هلا بده يجي لعند صاحب المولد، وصاحب المولد عم بيقول انا نحن عم نسد باب الزراعه بكثير من الصراحه، اليوم كل يوم بيطلعوا لك بحجه، اليوم البلديه عم تاخذ مني والاماكن العامه عم ياخذوا مني. طلعنا لهم توضيح، البلديه زبون ودار العباد زبون والاماكن العامه زبونات، هول مثلهم مثل المواطن، مش مجبوره انا كمواطن احمل عنهم. انتوا يا في علاقه، انتوا بتحبوا تتبرعوا تبرعوا على حسابكم مش على حسابي انا. ليش ما كنتوا نازلين التامين باول قرار بصدور قرار 135؟ ما نزلت التامين، احنا كنا عم نسمع كل شيء وسالناكي وقتها قلتي لنا لا تامين ما فيكم تاخذوا، ما في تبين انه ماخذين سلف انت. لا مش تبين، قصدي بالقرار انت عم تلزمينا بالقرار العدادات وقلتي لنا انه هذا القرار ما بيسمح لك، خلينا ندرسها ونطلع لكم شيء جديد اذا بتذكر كثير منيح لنكون امينين. قلت لك خلينا ندرسها لما لقينا على واقع الارض انه انتوا 90% من المواطنين دافعين ديبوزيت، دافعين او خالصين. جينا شو عملنا نحن؟ حطينا ضوابط، لانه شو كان عم يعمل؟ عم ياخذها منهم لعم يعطيهم ايصال، اذا ترك الاشتراك يمكن ما يرجع له اياهم. جينا قلنا انه ماكسيموم على الخمسة امبير فيك تاخذ كديبوزيت 100,000 ليره، لا 200 دولار ولا 300 دولار. ديجا 90% من العالم دافعينها 100,000 على 5 امبير، يعني على 5 امبير. نعم. رجعنا شو قلنا؟ المشترك اللي له اكثر من سنتين مع المولد معناتها في علاقه ثقه، لو عنده شك كان قطع له الكهرباء. ما لك حق تاخذها منه، بتاخذها من المشترك الجديد. ليش ما له حق؟ طب المعيار واحد، اعطيني المعيار الاساسي. بحل لك شو المعيار. افترضي ترك، هو هذا اللي صار لي انا وياه ثلاث سنين ترك. ليش كنت عاطي على الوصله؟ اذا كان عندك خطر سواء هيك ولا هيك، ليش كنت عم تعطيه؟ ما هو بالاساس انت صاحب الاساس، انت الاساسي. ما انت هلا عم تلزميني عم تنظميني، هلا بدك تنظميني وتحطي لي معيار. عال حطينا معيار للمشترك الجديد، لانه لو ما في عامل الثقه انت الطرف القوي بالموضوع، كنت قطعت له الكهرباء، لو ما منتظم بدفعه. كنت انا عندي انتقائيه انه اذا انا بوثق فيه للشخص مثلا ما بياخذ منه. عال ما انت اخذ من بس اللي انت هلا انت هلا عملتي لي الزام. انت اخذ من اللي ما بتوثق منه، ديجا اخذ، ما انت اخذ، مش هلا جاي تاخذ، انت اخذ. وانت كنت عم تفرض عليهم مثل ما بدك. نحن جينا قلنا اليوم بيجي لعندك مشترك جديد ما عندك حق تاخذ اكثر من 100,000 ليره كديبوزيت اول الشهر، لانه انت شيء اخذ منه 200 دولار وشيء اخذ منه 300 وشيء اخذ منه 500، بالاضافه لانه كان في كثير من اصحاب المولدات وكانت عم تجي الشكاوى، بالاضافه للديبوزيت اللي اخذه اول الشهر كان عم يطالبون اعطيني 300 دولار
تأمين لحتى اركب لك، ما انت اخذ التأمين. كيف بدنا ننهي موضوع التأمين؟ لانه البعض بيقول انه انتم خسرتوا. لا ابدا امام اصحاب المولدات ورضختوا لاراضيهم ورضختهم. بالعكس نحن ما خسرنا لا قدام اصحاب المولدات ولا نحن لما موضوع التأمين كيف بدنا نحله بالختام موضوع اليوم؟ موضوع التأمين ما ياخذينه هن، ما هي عم بيقول لك نحن عم نقبض سلف. لا ياخذينه ياخذينه. ما بقول لك لا. لا لا نحن ما في ما في. انت عم تقبض سلف ولا لا؟ بالعداد؟ ايه؟ ما بده ياخذ مش بالعداد بالديجونتور. بالديجونتور ما خلصنا هلا عم نقول نحن اذا بدنا نروح للعداد. انت قابض سلف على الديجونتور. بدك تروح للعداد، انا كنت مشترك عندك بالديجونتور دفعت لك سلف، اذا رحت على العداد بدي ادفع لك مره ثانيه؟ لا ما هو دفع عن الشهر اللي اخده، اجى بلش الشهر الثاني، الشهر الثاني لحظه 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 معي، انا اليوم بواحد تشرين اول 21 اول اخذ مني انت عن تشرين عن تشرين سواء على العداد او على الديجونتور طيب خلصنا تاخذ مني مره ثانيه خلصنا هذا الشهر خلص الشهر اجى اول اجى اول اجى اول لا. تشرين ثاني اول شو بعمل انا ضلني عم بيزوت على الفاضي لا انت بتاخذ منه تشيل ثاني ما هي قد بدي اخذ منه بتخلي معك 100000 بتعمل المقاصه بينه اذا هو لا. اذا هو ماخذ بقيمه 400 500000 انا ال 100000 كيف بدي اجي اذا اخذ هو لحظه اذا حط عداد بتشرين اول وطلع 500000 تقبض منه قيمه الفاتوره لا اذا اخذ هو عمليا كيف ياخذ 500000 على 5 امبير كيف ممكن يصرف 500000 لا عم بحكي انا اذا بده ياخذ هلا اذا مثلا ماخذ 20 امبير ايه 20 امبير ما قلنا نحن بتاخذ منه بتخلي معك انت مش المفترض يضل معك بالمحصله 175 على كل الخمسه زياده مزبوط ولا لا هذا المنطق الحق انت اذا اخذهم منه سلف ما بعرف تاخذ مره ثانيه خلص هيدي احنا ثبتناها هيدي بدك تعمل مقاصه انت نحن اللي كنا اللي عم نحكي فيه انه ليش اجت بعد سنه هالشغله فنحن هيدا اللي كان بدنا اياه انه نحن اول ما نزل قرار انه طلب انت اخذ سلف اخذ سلف شو انت يعني اول ما نزل قرار اول ما نزل قرار 135 موضوع التامين ما جاب سيره التامين ما جاب لا سلبا ولا ايجابا لما جيتوا ناقشوها معنا حطينا لها ضوابط حطينا لها ضوابط يعني هذا من طب هلا هذا اليوم كمواطن اخر الشهر هيدا اللي نحن جايين على اي اساس بدي ادفع رح لك شغله بترجيك دافع ياخذين سلف انا اخر هذا الشهر على اي اساس بدي ادفع اذا بعد ما ركبوا لي لهلا العداد صارت العلاقه تعاقديه بده يمضي الورقه او بالاخر على اي اساس ما لازم هلا على اي اساس هن يعملوا الفوضى لحال ما لازم يدفعوا انا برايي شو اذا منطقه هلا ورد اتصال منطقه ليش عم بالحازميه منطقه لهلا ما تركب لها عدادات اخر الشهر شو رح يدفعوا لي انت كيف بتحاسبه هلا ما في تسعيره كم ساعه ما في مجال كيف بتحاسبه بدي نسق مع الاتحاد البلديات قول له انه عدد ساعات القطار ما بيقدروا ينوبوا عدد ما اساسا البلديات ما انا الشهر الماضي انا الشهر الماضي طلعت التسعيره 343 ليره بناء على تابلو معين بيشتغل عليه بس هيدا الشهر سعر التانكي قديش المزود اليوم عم يسألك استاذ الاولى انت اخر الشهر ما ركبت عداد وزاره الطاقه ما راح تطلع الا تسعيره كيلووات ما راح تطلع وحده بس عداد انت شو بتعمل هلا انا اول شيء اشك يعني انه وزاره الطاقه ما طلعت سعرها لانه ما في مجال لانه لبنان كله يد بعده خلينا ننطر ونشوف بس نحن الفكره اللي عم نحكي فيها بس انا اللي بدي الفت نظر عليه نحن اللي عم نحكي بس انه بدنا نوصل بالنسبه لموضوع التسعيره ليش نحن ما بيكون في تواصل بين وزاره الاقتصاد ووزاره الطاقه ونقعد ونحط الدراسه نحن لجأنا بس انا خليني اوضح شغلي انا قدمت يعني نحن كتجمع قدمنا لقاضي الامور المستعجله هيدا الموضوع وافقنا وعيننا خبير قضائي عملنا دراسه اجينا لنسقوها خبير علمي ليحدد نعم. التسعيره وافقوا عليه وافقوا عليه وزاره الطاقه ما كانوا يشوفوها انه اعتبروا انتم مش قدمتوها لقاضي الامور المستعجله عم تقولوا هذا القاضي لمين عمل عملها لحال ولا عملها لحتى انتم عم تشتكوا على انه هيدا هيدا معتمد انتم عم تشتكوا على تسعيره وزاره انه مش في بحقكم قدمتوا دعوه لقضاء المفترض هالشيء اللي عمله القاضي بلغه هو رسميا عبر وزاره العدل لوزاره الطاقه طيب بدنا هالتعاون بدنا هلا التعاون من وزير العدل نحن بالنسبه عملنا الهوم ورك تبعنا يعني نحن شو عملنا نحن لجانا للقضاء واعطانا الدراسه بس لجاتوا للقضاء بس هلا نحن شو بدنا فينا ننزل وزاره العدل انه تتصل كيف تطلب من القاضي بلغ على وزاره الطاقه ساعه مدير بدنا ناخذ اتصال لانه عم نطر الاصدقاء المشاهدين اللي حابين ينضموا لنا الو الو تفضل يعطيك العافيه استاذ ديكولا تفضل اهلا وسهلا فيك انت وضيوفك اهلا انا بدي اقول انه مين عم يحكي معنا حاجه ضروريه للمواطن المسحوق مش الفقير المواطن المسحوق بس لانه مهما علت سعر تركه المازوت حتى لو وصلت ب 30000 نعم. في ضوي 10 لمبات توفير وبراد وتلفزيون وما يدفع 30000 ليره نعم انا كنت رئيس بلديه ورئيس اتحاد وعملت المشروع بالمنطقه وماشي لحد هلا هيك بس تذكرنا مع مين عم نحكي يا مول معروف انا العميد مروان زكي اهلا جنرال اهلين اهلا وسهلا فيك نحن عنا طبقناها بمنطقتنا برشايا الوادي نعم انا عم اقول لك انه هيدا العدادات من شان تسعف الناس المسحوقه يعني تسعف الناس المسحوقه ايه
نعم. في شخص مهما علت تنكة البنزين حتى لو وصلت تنكة المازوت نعم. لو وصلت لـ30 ألف في رجلج وضعه بعشر لمبات توفيره براد وتلفزيون ما يوصل نعم. مصروفه لـ30 ألف ليرة. بعدكم مستمرين بالتجربة برشاية؟ هذا التجربة مستمرة وكتير وناجحة. ليش عم يتهربوا من العدادات ما بعرف، في ناس نعم. ما بدها تضوي إلا لمبة، بس اللي بده يستعمل أزان ويسخن نعم بصير يدفع. صار حساب تاني. أنا بدي أشكرك مو جنرال، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. هيدي الجملة نعم. هي اللي مش دقيقة. المش دقيقة؟ المش دقيقة إنه نحن ليه نعم. ما بدنا نركب عددات؟ نعم. نحن عم نقول نحن عم مع العددات. إنه عم تتهربوا. عندنا نقطتين، تسعيرة اللي هن ونقطة تانية هي نوع العداد. التسعيرة الحالية أنتم مش موافقين عليها؟ تسعيرة ما عم نحكي موافقين عليها اليوم؟ لا لا مجحفة، ما يعني ما بتوصل لـ بياخذوا شهر كيف تحرق الموضوع؟ قلنا نحن في هلا تفضلت ست عليا قالت نعم. انه خلي قاضي الامور المستعجلة يطلب من عن نعم. طريق وزارة العدل يطلب نعم. من وزارة الطاقة انه طب استاذ احمد انتم اخر هيدا الشهر، بس انا بدي اقول لك شغلة بعد فيها الناس اللي ركبتوا لهم العدادات كيف رح تقبضوا منهم على 400؟ نحن اول لا ولا ممكن، ما ولا ممكن ما بنقدر، مش معترفين. هو في شغلة صح، في ناس فيه بتقدر. انا سمعتها من كذا صاحب مولد، ما بدي اسمي لك اياهم، لا انا مش شغلتي اسميهم، كذا صاحب مولد انا كنت سمعتها قبل ما نعمل القرار. نحن ال 400 كيف يوافي هيك سمعتها بالحرف، انه ال 400 كيف يوافي، ال 280 ما بتوفي، بس هلا كل ما اعطيناكم اكثر بكون تطلبوا اكثر. كل ما اعطيناكم انتوا عم تستغلوا عفوا، انتوا عم تستغلوا حاجه المواطن لهال الخدمة الضروريه اللي للاسف ما امنتها الدوله، لحتى نحن ما بدنا الربح القد العادل، بدنا هالقد، ما رح نضل ماشيين معكم. بس هذا كلام فضفاض، يعني شو بدنا على اساس علمي؟ نحن بدنا كلام علمي. انا عم بعطيك في بلديات، ليش البلديات هلا في وصول البلديه نعم. بلديه حصبه، يا بلديه نعم. بجنوب، هن من البلديات نحن سامعين انه 400 كثير. لا انا وصولتها 600 ليره نعم. اذا عم تخالف البلديه ما عليه شيء، بدك تسمح لي نحن لا تبغي الربح البلديه، لا تبغي الربح البلديه بالمبدا، بس وعندنا ديوان قدام على ديوان المحاسب، يعني ليه ما بتحاسبوها بسرعه؟ الاساس لحظه مش تابع على ديوان محاسب البلديات صغرى حتى نوضح. لا بلديات المدن بلا تابع على المدن. المدن طيب. اي مدينه هي اللي عم تدير مولدات؟ ما في ولا مدينه بلا بالقرب. اعطيني في بال اعطيني مدينه بقضاء مرج عيون. مين اي مدينه هلا ك مدينه ناسينا؟ لا مش خلينا انا عم بعطيك بلديات، انا عم اقول لك البلديات. نحن اساس البلا من بعض البلديات، ما راح اقول الكل، لانه في بلديات كانت عم تدير بكثير من الاحترام الموضوع نعم. وال400 او ال450 اكثر من كافي لها، وللاسف في بلديات لها مصالح ماليه بالمولد يا مباشره او بصوره غير مباشره، وبالتالي انا ما فيني اتكل انه البلديه ما لنا قديس بالاخر. البلديه مثل البشر، في الناس نعم. المنيح وفي الناس اللي مش منيح. اوكي مثل البشر، مثل كل فئات البشر، في الناس ناس منيح مثل باصحاب المولدات، في ناس كثير منيح وفي ناس للاسف ما بدهم يستغلوا المواطن. نحن على طول ما بنجمل، يعني مش كل مجموعه هي يا ملاكي يا اما اشرار، لا في عندك الناس المنيح وعندك الناس المش منيح. بنتابع بس بدي اخذ اتصال لانه بترجيك لحتى نقدر ناخذ اكبر عدد ممكن. الو الو بونجور حاجه نقولة. نعم مين معنا؟ يعطيك العافيه يا هلا. مواطني مشتركه بالمولد. اي تفضلي. إلنا 7 سنين مشتركين. نعم. شو مطلوب منا هلا نحن ندفع تأمين للديجونتير؟ لا، إلى 7 سنين ما لازم نعم. تدفع شيء. عم بتقول المديرة لا مش لازم تدفعه. وإلنا 7 سنين بأيام الصيف بنوصل لـ200,000 بالشهر. بضوي لمبة وتلفزيون. نعم. وقد ما بتجي الفاتورة مجبورين ندفع. انت مش مطلوب منك لا تدفعي تأمين وتركبي عداد، وقد ما بتصرفي بتدفعي. وبدنا ندفع حق العداد نحن؟ لا، حق العداد بده يتحمله صاحب المولد. اذا دفعتي انت حقه هيك طلع القرار. طب ليه هو شو معلش ربحته بس كثير اذا حملته هالجزء الصغير عن العالم. طب بدي اسالك سؤال هلا. البنوكي اول ما بدك تيجي تشتغلي يعني شكرا لك. شكرا لك، يعني وضحت الفكره. شكرا لك، خليك عم تسمعينا على التلفزيون. بيقول لك البنك انه عندك ملف بدك تدفع حق الملف $100. بيقول لك لما انت عم تربح كثير هيدا خلي لنا اياه. شو اسمه؟ لحظه لاقول لك، خلينا نكون كثير المدارس عندها رسمه تسجيل، بيدفعوا رسمه تسجيل ثابت. المصاري اللي دفعهم سلف من 7 سنين المواطن فايدتهم تطلع حق العداد. هيدا حطهم معك مش معيار. هيدا في اصحاب مولدات عم يخسروا، شو بتعملوا؟ ما عم يخسروا ولا لا؟ انا بدي معيار، انا بدي اعرف اليوم المعيار انه انت الوصله حيدفع المواطن نعم. انت بتدفع حق العداد. العداد باحسن حالاته ما حقه $20. انت هي الفكره ايه؟ انا شو استندته؟ هو بده يدفع اذا عنده 500 زبون بده يدفع ل 500 زبون، بينما اذا 500 بس المواطن بده يدفع لحاله. اذا 500 زبون قلنا انه هلا اليوم ما معك المبلغ، بتدفع بيدفعه المواطن، بس انت بتقسط له اياه على سنه.
لانه عم ندفع لك مبلغ ثابت، عم ندفع حق الوصله، عم ندفع كل شيء، المواطن هو اللي ضعيف بهذه الحاله. ليش كهرباء لبنان بدفعوا المواطن حق ما بدفع في قصص تدفع كهرباء لبنان؟ لا انت بس بدك بالسعر بتقدمي طلب بتدفع حقه. ايه بس انا مش على طول بدفع. طب اليوم انا بدي اسال موضوع الاتحاد العمالي العام، يعني الدعوه المقامه عليكم انتم وزاره الاقتصاد، خليها تاخذ مجراها القضائي لنشوف لوين رح نوصل. دعوة الاتحاد العمالي العام يعني اللي مع احترامي لرئيس الاتحاد العمالي العام من كله كل احترام، نحن ما فرضنا رسوم، نحن جينا ننظم عملية قائمة حتى ما تضل بالفوضى. قال انه فرض وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الاعمال رسم على المواطنين انه يدفعوا رسم او ضريبة اللي هي 100,000 ليرة التأمين. نحن اول شيء نحن عارفين وهلا صاحب المولد قدامك عم بيقول نحن عم ناخذ سلف، هودي مدفوعين من قبل المواطنين وما تحرك للاسف الاتحاد العمالي العام ولا يوم ليناصر هودي الناس الضعاف. هلا اليوم خطر على بالنا لانه نظمها وزير الاقتصاد وقال ما فيك تاخذ 200 و300 دولار، بتاخذ 100,000 ليره. كل مشترك سابق ما عليه انه يدفع التامين لانه في علاقه ساقه صارت بينه وبين صاحب المولد، والا كان قطع له الكهرباء للمولد. ثالث شغله نحن ما عم نفرض لا رسوم ولا ضرائب ولا عندنا هالشرعيه. ناخذ اتصال من طرابلس في كل بدك اياه. من طرابلس ناخذ اتصال ناطر. الو الو، يسعد مساكم. تفضل، صباح الخير. تفضل. صباح الخير، الله يعطيك العافيه. تفضل. اهلا وسهلا فيك ولا ضيوفك الكرام. انا بس عندي هيك راي وبعتقد بالمفيد هو. تفضل. نحن بما انه الهدف المواطن وبما انه صاحب المطار اليوم له فتره من الزمن عم بيقوم بخدمه المفترض تقوم فيها الدوله لاسباب معينه عم تعجز عنها. شو السؤال؟ ليه ما نروح على طاوله حوار تقنيه وعلميه بين صاحب المطار، لجنه من صاحب المطار ولجنه من وزاره الاقتصاد ولجنة من وزارة الطاقة، أكيد بيوصلوا لحلول ومنخف الضوضاء شوي لأنه الناس صارت كتير مضطربة. وبعتقد المواطن لا بده عداد ولا بده ديجونتير. وضحت حبيب قلبي، وضحت فكرتك. اسمعنا شو رح نقول. إذا بس نحن كنا سائلين عليها جاوبنا، بس بالنسبة لنوع العداد. نوع العداد نحن حكينا مع معهد البحوث الصناعية وحكينا مع لبنان مؤسسة المقاييس والمواصفات، كان الجواب انه كل العدادات اللي بتفوت عبر المعابر الشرعيه مش تهريب هي مطابقه للمواصفات اللي حاطتها لبنان، وبالتالي لانه بتنفحص بحال ما كان مع سيرتيفيكيت من مختبر معتمد برا، تنفحص عينه منها واذا مش مطابقه للمواصفات ما بفوتوها على لبنان. عشان هيك قلنا اي عداد بده ينشر من السوق اللي فايت عن طريق المعابر الشرعيه نحن قبلانين. طيب هلا كيف نحن ما نقدر نميز بين العدادات اللي فايت عبر المعابر الشرعيه او غير شرعيه؟ بل كيف بتعرف؟ معلش انتم لكم شيء 20 سنه بالقطاع. بالعكس، ما هدول تبعون الجنتر ما عندهم خبره بالعداد. اسمح لي معلش، هدول الناس مش متعاطين من اذا انت صاحب موتور تاخذ عداد سامبل على معهد البحوث الصناعي بيقول لك على المعلومات. انا رح اقول لك شغله، استاذ كمال حايك نحن كنا بوزاره الطاقه بدنا نفوت عند الوزير وسالنا انه له انتم بهذا الموضوع العداد، قال اي عداد بالسوق اذا ما عمل له تعيير كاليبريت بده. سمعتني شو قلت لك؟ انتم مش صاحبين المصلحه، بده يخضع صاحب المصلحه. وقدم هو قدم مساعدته. انت عم تقول كيف بدي اعرف اذا هيدا مارق على المعبر الشرعي وبالتالي مطابق للمواصفات؟ انت صاحب موتور عندك 500 مشترك بدكم تشتروا 500 عداد، تاخذ سامبل على معهد البحوث الصناعي بيفحصوا لك اياها. ناخذ كمان اتصال من عمشيت معنا ميشيل سليمان. الو الو، تفضل. الله معك خيي. تفضل، اهلا وسهلا فيك. اذا ممكن سؤال. صباحكم الكل لسعاده المديره. شكرا سيدي. نعم. تفضل. انا اخذ 6 امبير من 12 سنه. نعم. بجبيل. نعم. وانا بروح على الشغل من على بكره من نعم. 6 إلى 6. نعم. كان قلت له إنه أنا ببيع عداد. نعم. قالوا لي ما فينا نعطيك عداد، بدك فوق العشرة. بدك فوق العشرة أمبير. نعم. خليها تسمع ساعات المريضة. العداد بيكون قد ما أنت بدك. من 6 إلى 8 بنام. عمري 80 سنة. العمر كله يا رب. العمر كله. الله يخليك. شكرا أنا أستاذ. أنا بشتغل ناطور. نعم. وعم يعطوني 600,000 بس خلي يشعروا اصحاب الكلام. كل بدهم يشعروا. خليك عم تتابعنا استاذ ميشيل سليمان، شكرا لك. بس يعني بس نوضح انه هو العداد 5 10 امبير ولا مفتوح؟ هو ديجنتر. نعم.
للعداد يعني قديش حسب ما هو هو العداد بيعد الكيلوات على كل حال على الديجونتور لما نعم. بتحط انت عداد ما بقى مجبور انت انت اللي حتفرق معك بالسعر بالاماونت الثابت بالاول وبعدين نعم. كان 25 امبير ولا 30 امبير ولا 5 امبير قديش بتسحب تدفع نعم. رح يفرق معه هلا كل مواطن بيعرف حاله قديش القدره اللي بده اياها بحطها لا اذا يعني حط 25 بده يدفع على 25 ما قلت لك بعدني عم انه بالكيلوات ما بتفرق بالعدد الكيلوات بتفرق بالمبلغ الثابت اللي بده يدفعه بالاول صح. هو بيقدر قديه بده القدره اذا 5 امبير بيدفع 15000 اذا 10 امبير بيدفع 23000 خطيره هيدي موضوع الهامش فتحت هامش بقصه الايه بقصه انه تعيير العدادات لما نعم. بتعطي هامش لصاحب المولد انه هو يعمل الكاليبراج يعني مش عامل لك عمل كاليبراج عم لك اذا انت شاكك بالعداد هو بالاساس انا هل بدي امشي معك بدي احفظ مصلحه المواطن نعم. انه ما يكون في تلاعب بالعداد نعم. انا اذا صاحب مولد ما عملت له كاليبراج للعداد ولقيته نعم. انه بيخدمني نعم. طب ما ها عم بفصح المواطن كمان المواطن مش حيقدر يعرف اكيد انا بعرف يعني اخر شيء مش معقول انه اذا انا عم بصرف انا قصدي ليش انتم كوزارة اقتصاد ما بتحددوا انه هيدي العدادات هيدا النوع رح ينعمل له كاليبراج وبتاخذوا منه عفوا نحن لا بدنا نفوت بصفقة عدادات مش صفقة عدادات معلش نحن لا بدنا نفوت بماركه لا بدنا نفوت بمصدر لا بدنا نفوت بشيء نحن بنفوت بعداد مطابق للمواصفات ما تكون حرص هالقد على لانه مش انت منك احرص مننا مدير عام شكل الكهرباء نعم. شو قال انا مستعد تساعد تطلب مني وزاره اعطونا العدادات ونعمل نعمله عندهم نعم. ما في عداد قلت لك نعم. عم بيفوت الا بينفحص بمعهد البحوث الصناعيه وبينعمل له بينشافوا اذا مطابقين للمواصفات اليوم انت عم تقول انا بشك كيف بعرف اذا مهرب نعم. ولا لا انا بدي انا لحتى اتجنب التصادم بينه وبين استاذ احمد استعلي اليوم مشترك من 1999 بيقول لم اتخلف يوم عن الدفع ووافق على تركيب العداد قرب الديجونتور هل ادفع تامين 100000 وبدفع 50000 وصله لا ولا 50000 وصله ولا 100000 تامين هيدا مشترك قديم اذا مش ماخذين منه سلف نعم. ممنوع ياخذوا هلا لانه صار في علاقه ثقه من التسعين لهلا نعم. تاني شغله ال 50000 هي سقف لانه صاروا نعم. ساعه يطلبوا 115000 وساعه 200000 حق الوصله نعم. قلنا حق الوصله هو ماكسيموم لازم يكون لانه هي وصله هالقد وساعه بيقول لك الناتر وغيره على طول في عندنا حجج قلنا الماكسيموم هي سقف 50 طب حسب وين بيته ومدد ما هو مدد ما عنده شريط مده لما كان ليش لما كان على الديجونتور عشان يحط تمديدات يحط العداد بمكان معين يمكن يحطه برا على ايه بس قد ايه بده يحطه يعني قد ايه بعد عنده ما انت مادد من الموتور لهلا ما اوريدي مادد يعني ليش عم نضحك على بعضنا عم نقول نحن بده من سقف 50000 وبده يجيب له فاتوره من المصدر وله حق انا كمشتري لي حق انا عيط لكهربجي يعمل لي تمديداتي خلينا نرجع نذكر رح يكون في تسعيره ولا تسعيرتين اخر الشهر برايك هلا وزاره الطاقه بالمبدا كان بتعمل تسعيره ما بعرف ما بدي احكي عن وزارات ثانيه نعم. في عندي سؤال هي تفضل برايك تسعيره ولا تسعيرتين هو اكيد لازم يكون في تسعيرتين طالما الواقع بس ناخذ اتصال ونتابع معنا اتصال الو الو تفضل ايه مرحبا تفضل مين معنا يعطيك العافيه اهلا يعطيك العافيه لك لضيوفك شكرا لك مين معنا بس انا بدي علق على شغلتين ايه تفضل اهلا وسهلا فيك على طول كل مره بنفس الموضوع انا فضل. صاحب مولد كمان وكمان باللجنه مع اهلا وسهلا فيك تفضل بس في عندنا شغله اليوم هون نحن عم نيجي بنحكي كل مره انه بنعطيهم طلب بيطلبوا طلب ثاني بنعطي طلب الو تعطوا مين بينطلب طلب ثاني مع العلم نحن من شهر 12 قدامنا ورقه اللي فيها المتطلبات تبعنا اللي هن اربع او خمس طلبات اللي موجودين عندكم بوزاره الاقتصاد واللي من بيناتهم كل الشروطات اللي كنا نحن عم نحطها واللي هي منا شروطات هي اشياء ضمانات لنا لمصلحتنا للمستقبل تبع المصلحه ومصلحه المواطن بنفس الوقت يعني بس اليوم عم نيجي بنخلص شغله مش عم بقول في شغله ثانيه بنخلص شغله منه صحيح نحن طالبينهم والطلب اول شيء من سنه نحن هذا التعاطي مع وزاره الاقتصاد كان بهذا الشكل نعم. وكانت هون المتطلبات تبعنا وعند وزاره الاقتصاد قدمنا الورقه ومقدمينها بشهر 12 وموجوده عندكم الورقه نعم. مزبوط موجوده عندكم نحن قدموا عدد من الطلبات في طلبات نعم. منطقيه وفي طلبات مش منطقيه وزاره الاقتصاد صحيح نعم. كلها وجسنا موجوده نحن الشيء اللي لقيناه في منطقه طلب موعد وزير الاقتصاد ما كان يقبل اللي ما ردوا علينا هيدي قبل 1/10 بس خليني اشوف لك تفضلي اذا ما رد علينا الوزير قال انه قبل 1/10 انا ما راح التقي معه كان صريح لا 17 الوزير قال بشكل كثير واضح انا ما راح التقي قبل 1/10 الا ليبلش القرار قال انه اذا ما طلعوا اعربوا عن نيتهم الواضحه بالالتزام بالقرار
قرارات انا ما راح اجتمع فيهم، وهذا حقه انه انا عم بجتمع مع الناس خارجه على القانون. كنتوا عم تطلعوا وتصرحوا سلف انه نحن ما راح نلتزم بقرار وزير الاقتصاد بهيدا الشكل، القرار بهيدا الشكل ما راح نلتزم. وطلبنا بس طلب... انتوا ما قلتوا انه انا بلتزم، بس انا عندي نحن عم نطلب هواجز. عم نطلب لقاء حتى لليوم منها مش بعترف ال410 عم نطلب لقاء ليش لحتى نقول انه هيدا القرار القانون بيقوم نفس هم معترض في عندك جهات ما بتزبط معنا جوزيف نفس هم معترض نحن عندنا تجربه لحظه شوي جوزيف خلي يكفي الاتصال هي الاشياء اللي هي منطقيه نحن استاذ جوزيف عندك معنا معكم تفضل يا اخي تفضل اتصال لك تفضل نحن من اول نهار عم نقول نحن ما قلنا ضد العداد نحن نعم. من اول نهار عم نقول نحن مع العداد ولكن في عندنا هالاربع شروطات خلي الشروطات تتحقق يكون شيء منطقي لنا وعادل اللي هن نقدر نعمل اللي هن اول شيء اول نقطه هي التسعيره خليها تكون تسعيره عادله ما طلبنا اكثر من هيك قديش يعني لازم تكون عادله قديش يعني ما بدي انا احط تسعيره طلبنا في مولدات موجوده عم تشتغل على العدات الى 15 سنه ينزلوا يدشوا عليها ويعملوا دراسه عليها ويعطونا قد ايه لازم تسعيره طب الدراسه اللي عملتها اللجنه قديش سعرت الساعه استاذ جوزيف الدراسه اللي عملتوها انتم كلفتوا خبير قديش سعر الساعه كلفنا الخبير وطلع فيها الخبير واللي احنا كمان مش كثير راضيين عنها بتقول 24000 ليرة الدفعة الثابتة على 5 أمبير وبتقول 560 ليرة للكيلوات نعم وبرضو عم نقول نحن مش هون الخلاف طب المطلب الثالث شو هو؟ المدرات راكب عليها عدادات ينزل نعم. يدشوا عليها ويسعروا لنا المطلب الثالث شو هو أستاذ جوزيف؟ قصة البلديات كل مرة بنطلع بنقول البلديات بلديات مع أصحاب المولدات نعم. ليه ما بنسمي منين هالبلديات ولا مش قادرين نحسبهم؟ خلينا نطلع نسمي منين هالبلديات اللي متوافقه مع اصحاب المولدات، الجهات السياسيه عم بتغطي اصحاب المولدات، انتوا عم بتقولوا اصحاب المولدات من كل الطوايف، وين في جهه سياسيه؟ خلينا نسمع المدير العام دقيقة اليوم الثاني بتجوا بتقولوا انا عم ضوي للبلديه وعم ضوي الاماكن العامه ببلاش والى اخره، نحن جينا طلعنا لكم تعميم كثير واضح انه البلديه هي زبون مثلها مثل غيرها، انا كمواطن ماني مضطر ادفع عن البلديه، انا ضمن النطاق البلدي عم بدفع الرسوم والضرائب البلديه المتوجبه علي هي عندها ايراداتها فيها تسدد فواتيرها، الا اذا في تحت الطاوله شيء بينكم وبينها بتتبرعوا لها على حسابكم مش على حسابي. عم بيحكي عن البلديات اللي عم بتخالف ليه مش عم تحاسبوها؟ مين قال لك عم نحاسبها؟ عم نعمل فيها محاضر ضبط وبعتنا لوزير الداخليه، وزير الداخليه عم يلاحقهم ووزير الاقتصاد رح يطلع يسميهم بالاسم. هيدي تسميهم بالاسم. عندك شيء بتحب تقوله بعد استاذ جوزيف؟ طلبنا في بلديات لا تبغى الربح. عم بتقدمها عم بتقدم الشغل تعاطف مع العالم لانه الموتور تقدم لهم تقدمه والكابلات مقدمت لهم نعم وعم يشتغلوا لا يبغوا الربح وتسعيرتهم هيدا موضوع حكينا فيه في شيء ثاني بتحب تضيفه 50 ليره الساعه استاذ جوزيف عندك شيء بتحب تضيفه غير اللي تفضلته وقلته لهلا او منيح نحن بدنا نشكرك شكرا لك رح ناخذ الفاصل مع الاعلان بريك ومنتابع سوا مشاكل وحلول الحلقه الخاصه بتركيب عدادات مولدات الكهرباء الخاصه بريك ونرجع سوا. بعد معكم ومتابعين مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان بموضوع تطورات تركيب العدادات لمشتركي مولدات الكهرباء الخاصه، بناخذ اتصال من طرابلس ومنتابع. الو مرحبا الو الو مرحبا مرحبتين بليز بدي اسالها نحن عنا الفاتوره بتطلع في اشتراك بيطلع فيها كل وفواتيرنا بتطلع عاليه بالصيف يعني بينحط السعر بدون انا بدي اسال سؤالي شو مستفيدين نحن بقصه هالعداد كمواطن شو مستفيده انا طالما انا عم بدفع اشتراك لصاحب المولد وعم يندفع فاتوره عاليه بالصيف نعم. وهلا بدها تيجي التفقه وبده يجي اشتراك يمكن للدوله سو انا شو مستفيده اول شيء الدوله ما عم تاخذ اشتراك نحن الاشتراك عم بيكون لصاحب المولد لانه عم يحجز لك جزء من طاقه المولد فعم تدفعي مبلغ ثابت ككلفه تشغيليه للمولد لانه اذا انت صرفتي او ما صرفتي هو عم بدور المولد. ثاني شغله مستفيده انت صرتي بتتحكمي بمصروفي قد ما بتصرفي بتدفعي، منك مضطره تدفعي على المقطوع سواء ظهرتي من بيتك سافرتي بالشتوية ما بتدوري اي سي صار انت اللي بتتحكمي بمصروفك. انا بالبيت عندي عداد بس هذا منه فارق عندي يعني ما انا شغله كثير يعني عم ندفع فواتير عالية ما في شيء تغير كثير يعني انت بعد ما جربتي العداد لتعرفي اذا عم تدفعي عالي ولا واطي انا عندي عداد اذا عندك عداد انت اذا عم تصرفي كثير بدك تدفعي كثير هاي العداله هم بتقول هيك ما فينا ناخذ بالاخر على موضع شخص بده يطلع فاتوره عاليه عفوا سو هلا بده يجي فوق العداد بدها تجي كمان ضريبه لكم لمين ضريبه
في ضريبه بديجي 11%، يمكن هيك فهمت انا. لكم لمين؟ لكم لمين؟ لنا. لمين الدولة. الضريبه اذا كان المولد خاضع للاتفاقه اكيد في اتفاقه عم بحاسبك فيها سواء على الوصله او على العداد. اذا انت عم تصرفي كثير، عفوا بس تخلص حكي بحكي، هو عم ياخذ اشتراك تبع الموتور وهلا الدوله بدها تاخذ شيء لها كمان، هذا اللي فهمته انا. مين اللي قال الدوله بدها تاخذ لها؟ بترجيكي ليش بتنوضح الدوله ليه بدها تاخذ لها؟ انت اذا هيك فهمتي غلط للاسف بكون هيدا مش الشيء الصحيح. نحن عم نقول العداد هو بخليكي انت تكوني متصالحه مع حالك. انا اليوم بصرف كثير بدفع كثير، اكيد بصرف قليل انا بتحكم بمصروفي. ما فينا نيجي نقول العداد على بكره بدي انا ادور 10 ايسيات بالبيت وانا العداد بده يعمل لي فاتورتي 50000 ليره، مش هيك رح يصير. قديش بتصرفي على العداد رح تدفعي؟ اي انا عندي عداد بالبيت بس خلص. انا مصروفي بالصيفيه بيطلع عالي وما فيني اعمل كنترول. اذا بتدوري كذا اي سي اكيد حتطلع عالي. انا انت بدك تتحكم بمصروفي بدها تنزيد للدوله، بدها تصرف ولا تدفع. انا بدي اشكرك على كل حال، الحكي شوي منطقي. بدي اشكرك يعني مثل واحد بدور سيارته وبيعمل مشوار بالسياره، اذا مشي 100 كيلومتر بده يعبي بنزين على قد ال 100 كيلومتر، اذا مشي اكثر بده يعبي على اساس الاكثر. يعني هيدا يعني ما بينعمل قواعد تنظيميه على استثناءات. بس بدك توضحي لها انه ما في ضرائب للدوله بهذا الموضوع. اكيد الضريبه للدوله هو صاحب المولد المفترض اذا كان مسجل المفترض يدفع ضريبه ارباح، المفترض يدفع TVA اذا مسجل بالTVA. للاسف فيني اقول انه 99% منهم مش مسجلين وبالتالي ما بياخذوا ضرائب والدوله ما بتاخذ شيء ولا لها حصه بالمولد ولا هي شريك لصاحب المولد. بالعكس نحن هيدا عم نعمله لصالح المواطنين لحتى يصير كل واحد يتحكم بمصروفه ويصرف قد بساطه ويمد اجره. اليوم انا دخلي قليل بضوي لمبه مثل ما تفضل الاخ هلا، بطفي كل شيء وبضوي لمبه وبراد، او انا حابه اصرف اكثر دوري 10 اي سيات بالصيفيه وبدفع عليهم. نحن بدنا نعرف يا شرعي يا غير شرعي. لا شرعي اكيد. لا. مش حاله خاصه هي بتحدد الشرعيه من عدم الشرعيه. وضعه شو جماعه المطارات؟ هني لازم يلتزموا بالقانون. نحن هلا بنعتبرهم جماعه خارجين على القانون. خارجين على القانون وبدنا ندفع على القانون. كيف؟ بقانون الضريبه حتى لو كنت انت عم تهرب مخدرات وعم تربح لازم تدفع وبتنحبس بس تكون واضح. ممتاز. انا في عندي بس سؤال ست عليا، يعني انا في اقول لكل زملائنا باصحاب المولدات انه اللي بعده مش ماخذ تامين ياخذ تامين، لانه ما في ياخذ على اعتاق. نحن طالع توضيح كثير واضح، اللي إلك انت سنتين عم تتعاطى معه ما كنت طالب منه تامين. لا ما انت الهدف منا انه تضمني له حقه لصاحب المولد. لحظه بدي اضمن له حقه بالمشترك الجديد. طب شو المعيار؟ انا عم اعطيك المعيار ولا إيه؟ شو اكثر اذا قديم انت قديم اول شغله اذا انت قديم اخذ منه. ما خلص هلا بدنا نمشي على العدادات عم نقول نحن صح بدك تمشي على العدادات ما انت اخذ منه. مش ماخذ اذا مش ماخذ عم اقول اذا مش ماخذ لازم ياخذ. لا مش على طول بتاخذ اذا انت يا عم اسمعني شوي. ليش هلا صار في خطر على تحصيلك وما كان في خطر؟ انا بدي امشي معك بالقانون. ايه عم نمشي بالقانون. بدي اعطيك قانون بالتجاره في شيء اسمه التعامل بالثقة. أنا اليوم ما في انتقائية ما في انتقائية بس أوكي. في تعامل بالثقة وعشان هيك نحط معيار. طيب. هذا معيار تجاري. اليوم أنا بستورد من بلد ما بضاعة بيقولوا لي بعثي لي اعتماد مستندي بالمصاري، أول مرة ثاني مرة بس يشوفوني ثقة بصيروا يبعثوا لي بضاعة على العميانة. طب ليش بدي خاطر أنا؟ لحظة ما عم تخاطر أنت، أنت إلك سنتين أنت الطرف الأقوى. اليوم بس مرة ما يدفع لك أنت قطعت له الكهرباء. إذا أنا ماشي منتظمة إذا حمل حاله غير هو لما لقى عنده مسور اللي يهرب منه نقل على شقة تانية على منطقة تانية راح علي. أنا بدي أسألك سؤال، أنت اليوم حاطط له وصلة وما ياخذ منه سلف مزبوط؟ أنت هيك عم تحكي. مش معقول اخر الشهر يفل؟ ايه بس انت هلا بدي امشي انا على القانون، ما انت هلا عم تنظميني. انا عم نظمك وانا بدك تمشي على القانون بحرفيته. انا ما عم بعمل انا الاستثناء بالقانون، انا قلت لك بتاخذ من الجديد، ما قلت لك بتاخذ من اللي عمره سنتين. بدنا ناخذ اتصال. في شغله بس انت مثل ما بدك بتفسر. انت على الوصله كان عندك خطر وهلا عندك خطر، ليش كنت قبلان بالخطر على الوصله؟ ناخذ اتصال. انه عم تعترف ضمنا تحت الطاوله انه انا كنت ناهبه هونيك. ليش ناهبه؟ ايه هذا عم تقولي شيء. خلينا ناخذ اتصال. مش انت شو عم تعترف؟ ليش كنت قبلان؟ ليش كنت قبلان؟ ما جاوبني بالمنطق، ليش كنت قبلان؟ ناخذ اتصال من بلوني مع باتريك وبنرجع نتابع سوا. الو الو موجود. تفضل تفضل باتريك تفضل. انا عندي مولد هون بالمنطقه. عندك قريتم؟ ايه عندي مولد ببلوني. ايه تفضل بدنا نسمع صوتك على شوي. في محضر نهار الجمعه. نعم. وانا كانوا قايلين لي انه بالبلديه نقي جيب العدادات تنقيها، جبت لهم 6 انواع عدادات حطيت لهم اياهم على الطاوله. لمين جبتهم؟ كل العدادات مطابقه للمواصفات وكل عداد عد شيء. قدام البلديه قلت لهم نقوا لنا عداد، ما نقوا عداد. طب انا كيف بدي اجي بدنا نجيب عدادات؟ قالوا لنا جيبوا عدادات لنوحد العدادات بالضيعه.
طب كيف بدنا نحمل الضيعه نحن ضيعتين؟ بس باتريك بشغل البلديه تنقي عداد بتنزيل نعم عداد ما في شيء كيف بدنا نحملهم هذا العداد نتكلف يجي يقولوا لنا مش مطابق للمواصفات عاد يعني شوف لي بنار كل عداد بدنا نحطه انا برجع بقول لك بدنا نحط بديله عداد بقول خي ما عندي مشكله جيب العداد انت وانا بدفع لك حقه يا اخي اوكي باتريك خليها تجاوبك المدير العام نحن شيء بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل الناطور خلينا ننطلق من هون نحن بالاخر بدنا نحمي المواطن اللي هو الضعيف اليوم العداد اذا فايت بصوره شرعيه على البلد معناتها مطابق للمواصفات ونحن اي عداد بتكون راضي عليه انت والمشترك نحن ما عندنا مشكل فيه لانه نحن البنار ومعهد البحوث الصناعيه قالوا كل العدادات اللي هي فايته عبر المعابر الشرعيه هي عدادات مطابقه للمواصفات فبالتالي فيك تحطها نعمل محضر ضبط ونحن رح اقولها وعلى الاعلام عنده صلاحيه وزير الاقتصاد بموجب الماده 81 من قانون حمايه المستهلك انه اما بناء على طلب صاحب العلاقه او عفوا له حق يعمل تحقيق اضافي اليوم نحن بواحد تشرين الأول كان المفترض تكون مكتملة هاي العملية وبالتالي في ناس مظبوط نعمل محاضر ضبط وهي بلشت بس هيدا كان ليضل إنه نحن عم نطبق القانون لأنه أنا لما بلاقي مخالفة ما التزمت بالكامل بواحد تشرين الأول أنت بعدك مخالف نعمل محضر الضبط إذا كان هالصاحب المولد عنده نية حسنة وكفى ضمن مهلة معقولة نحن ساعتها بنعمل تحقيق إضافي بنتأكد بنحفظ الملف مثل ما بيقول القانون إذا ما التزم بنبعته على القضاء وأنا بوعد إنه هيك ما متفقين إحنا وزير العدل مش رح تنتهي القصص عند المحاضر لأنه في عقوبات جزائية للي بخالف كم محضر صرتوا عاملين؟ 700 طب أنا كمشترك إذا ما بدي اشتراك بيمضي ورقة يعني. بتصير العلاقة تعاقدية إذا ما بدي أمضي ورقة ليش تألتزم؟ بدي أمضي ضروري أمضي ضروري أكيد لأنه في ضغط على أصحاب العلاقة نعم. عم يضغطوا عليهم أصحاب المولدات بتضغطوا عليهم براسهم لا مش في كثير نحن شفناهم نحن كمراقبين على الأرض أنا اليوم أنا مواطن نعم. أنا ما حابة تضل العلاقة تعاقدية بيني وبينك نعم. كمان ما عم يمنعه بتصير العلاقة تعاقدية بتصفل منك ورقة رسمية ولا ورقة خاصة عقد 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 بيعملوا عقد يصفلوا إني ممكن يكون شفهي ممكن يكون خطي بس أنا للوزارة بده يمضي لي إنه أنا على مسؤوليتي ما بدي العداد انا على مسؤوليتي لانه حتى بين رجعوكم او يحملوكم المسؤوليه بالضبط لانه هذا الاستثناء نعم. القاعده هي العداد الاستثناء بيمضوا الورقه لو بنوصل نحن للتسعيره انا بضمن لك انه كل اصحاب المولدات بيقلبوا على العداد لانه مش مصلحتنا قال لي قديش التسعيره اللي عم تلمح لها اول الحلقه قال لي ما نحن مش هيك ما بدي انا اجي اقترح انا هو انه في خبره بشيء بس انا بدي لك شغله بس تعالي القوانين والانظمه المرعيه الاجراء هلا اليوم في صاحب علاقه انت وياه بتلاقوا العلاقة التعاقدية بيناتكم احسن نحن مش مصلحتنا نحن مش مصلحتنا ان يكون عندنا النص ديجنترات والنص عددات بس اللي انت شو هو السعر التوجيهي نحن اذا بتجي يعني نحن القاعدة هي العدادات ما عندك فكرة قديش سعر التوجيهي انت من سبت طلعت في عدة دراسات طلعت بين 575 بين 600 ولا وحدة طلعت هالقد بلا ولا وحدة طلعت هالقد شفتيها انت شفت تعت الخبير ما ولا وحدة طلعت هالقد حتى مش هالقد 560 طيب 575 600 طيب تشطحوا طلوع طب 560 شو يعني هاي الدراسة هاي الدراسة عملها خبير من كل لبنان خبير واحد هل أنا بلبنان مع احترامي مش عم بقول نعتمدها عم بقول نعطي مجال يبعتها القاضي وتدرسها بذات الطاقة ما حدا عم بيقول لها خلص عاد هيدي مسجل هيدي شغلي تاني بس بقصة انه نفذ ثم اعترض هيدي مسألة ما فيها مزح فيها ملايين مين اللي عم بيقول لك انا ما شفت ولا صاحب مولد قال عم بخسر وطلع من القطاع بس يجي واحد بده يحط مولد لحتى ينافس تعملوا له مشكل انتوا استعملتوا ما انتوا عاملين كارتل بتقول نفذ القرار وبعدين نفذ ثم اعترض كيف بده يسمع طيب في خسائر يعني بيسكر بعض الناس يعني قديش فرشيني شي واحد يعني انت هلا انا نفذت على 410 معلش بدك تسمح لي نحن على الارض وكل يوم عم بيجي كان عنده مولد صار عنده 10 اليوم اذا بدي شي واحد معلش خليني كفي انا ما عطش في عندنا اصحاب مولدات خليني كفي تفضلي لو عنده مولد صاروا 10 اليوم ما بتخلوا حدا يفوت جديد على القطاع ليعمل المنافسه من هو اللي قال ولو نحن على الارض مع اساس في قانون شو ساعه بنقول في قانون ساعه بنقول انتوا بتحكوا ككارتل شو بسموا حالهم ده خليني شو تجمع 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 انه كارتل عرفت كيف انه كلنا هن اللجنه المركزيه نحن بالاساس مش بس تجمع مش عم نتنافس معناته نحن بدنا نعمل نقابه انت شو اللي بيرق لجلك السوق يا اما بتتدخل الدوله لتترك لج السوق يا اما المنافسه طب هلا انتوا عم تقولوا بكل المناطق بكل المناطق نحن عم نجرد لبنان افقيا ما رح تخلصوا بشهر يعني ايه ما خلص بشهر ونحن مستمرين يعني والمحاضر محل ما عم توصلوا انتوا عم تعملوا محاضر اكيد محل ما في مخالفات 700 محضر خلال اسبوعين نعم. هل هي حاله صحيه هل حالة صحية بس ممكن يلغى منه ممكن هل هو وضع ممكن يلغى منه ممكن من فوق ال 500 من عم في لحظه في من فوق ال 500 بلشين بس انا ملزم يعمل له محضر لانه ما التزم بالكامل كان لازم بواحد الشهر لانه للاسف تعودنا انه الدوله ما لها هيبه انه نحن هودي قرارات مثل بقيه القرارات لشو بدنا نلتزم لما لقينا المساله جديه هلا بلشنا نلتزم
انتم كان لازم تكونوا ملتزمين ب 1 تشرين الاول، وكنا دفعنا حق التسعيره 300 ليره واكلنا الضرب من هالمنطلق. كان فيكم تناقشوها قبل بس ما عملناش صرنا معلش طلع الكتب. انتوا عم تخسروا 17 كانون اول الكتاب ديك بيديله الكتاب. بدي لك شغله، انت كنت على القواطع وعلى العداد هي ذاتها التسعيره 300 ليره مزبوط ولا لا؟ كيف كنت عم توفي معك على القواطع؟ معني انت عم تاخذ مني ليه على القواطع؟ انا عم بلتزم بتسعيره الطاقه وتسعيره توجيهيه، لانه ضمنا عم تاخذ مني شيء ما لك حق فيه. مش هيك، لان هيديك محقه هيديك غير محقه. كيف هي كيف تسعيره الديجانتير اللي هي على السعر الكهربائي محسوبه بشكل مزبوط وبتوجيه محسوبة. تعرف ليش انت يعني هلا عم تشكك بوزاره الطاقه؟ مش عم شكك بوزاره الطاقه، هي صادقه عم الطاقه. عم شكك فيك انت، ما تخور حكي. انا عم بلتزم، انا عم بلتزم. رح اقول لك ليش عم تلتزم. انا عم اقول لك ليش عم تلتزم، لانه انا اليوم كنت عم بصرف 100 كيلو وات عم تحاسبني ب 300. معلش انت حاسبني ضمنان بسعر مقطوع بدون ما اقول لك مستحيل. لانه ممكن عم توفي معك شو؟ اذا انا عم بصرف كل الطاقه وبنفس السعر على العداد وعلى لانه حاسبين وزاره الطاقه، حاسبين السعر على الاساس، حاسبين كيف المازوتات، حاسبين الاكلاف الثابته والاكلاف اللي بتحرك. بس ساعات القطع كمان حاسبين لك اياها، ما هي اللي عم نقول ساعات القطع حسب ساعات القطع بس بيضربوها بسعر السعر الكهربائي. ساعات القطع مش بكل المرات كانت عم تقول مزبوطه. شو كان عم يصير؟ ليش كنا عم نقول في بلديات منن منا؟ لانه سعه القطع كانت عم تحددها البلديه. اذا لها مصلحه بالمولد، اذا قطعت 200 ساعه بتقول لك 300 ساعه. في مواطن يحط عداد عنده في وزارة الطاقة هي قطعة إفرق. لشان نحن كيف الشكاوى اللي تلاقيناها؟ كيف عرفنا أنه في تلاعب من البلدية؟ لأنه في مواطن يتحطوا عدادات عندهم وكشفنا أنه بزيد عدد ساعات القطع اللي خارج عن القانون يعاقب. نحن لقينا الحل الأمثل أنه أنا يكون مسمح لي كمواطن، بس أنا بدي أنه أنا قد ما بصرف إطلع. بس تسعير الساعة الكهربائية بتجي بناء على أكلاف ثابتة، أكلاف متحركة، وكل المصارفات الموظفين والإيجارات بيعطونا مش مأخودة بأنه مأخودة كلها بعين الاعتبار. على أساسها لما بتسعر وزارة الطاقة كان وقتها الوزير جبران باسيل هو اللي حطها. ما بتستعمل طريقتين لتسعر، انه هيدا على العداد وهيدا على الوصلة، تعمل نفس الدراسه العلميه. ما هي اللي عم نقول عنه ليش بالديجنتير مزبوطه بالعدد مش مزبوطه؟ لانه انت عم تاخذ اكثر من ما هي وزير الطاقه نفس المصدر. بالختام شو بدك تقول استاذ احمد؟ انا اول شيء بدعي لانه هيدا قطاع حيوي، وانا قلت انه بيعتمد على موضوعين اساسيين، المازوت وعدد ساعات القطع. وخاصه هلا بدي اقول بالختام في شغله مهمه بدي اقولها، تخطينا الوقت بس بدي اقول شغله مهمه لازم تعرفها. تفضل. قصة انه كنا من زمان المعامل الانتاج هي المشكله بالكهرباء، كهرباء الدوله. هلا حاليا ما مش قصة في بواخر وفي كل شيء، بس هلا ما عم تجي الكهرباء نتيجه السبب الاساسي. خلينا بالمولدات. لا ما هو مش هيك، انه هلا نحن بحال كنا ننتظر مثلا هلا ايلول لتتحسن الكهرباء، هلا نحن بعدنا لورا. بس انا منصفي اكثر معك. انا قديش بدور عم يدور العداد، كل ما انا صرفت على حساب الموتور عم بدور. فاذا وين عم ظلمتك انا بهيدي الشغله؟ لا مش عم بحكي هيك، عم بحكي انه هي الفاتوره رح تطلع عالي. كل ما انا بحمل مسؤوليتها كمواطن. انا ساعتها بتحكم مصروفي. انا اللي بدي بس انا بما انه نحن واصلين صرنا باتفاق مع وزاره الاقتصاد بكل الامور، يعني احنا وصلنا لمرحله كثير متقدمه ان شاء الله يا رب. بس كان في قصه تسعيره، يعني كان قصة التسعيرة اللي هي وزارة الطاقة. لا مش هي هي الأساس. أنا قصدي أنه مثل ما تفضلت وقالت بقصة الدراسة توصلوا أنتوا نحن يعني وزارة الاقتصاد نتساعد معاكم لحتى نكون نحن عن جد متفاهمين. نحن وزارة الاقتصاد بدكم تلتزموا بالقرارات. نحن منلتزم بالختام. شو بدك تختمي هذه؟ بدي أقول هيدي قرارات ملزمة أخذها الوزير وفقا للصلاحيات الدستورية اللي منعطات له. هن اذا عندهم اي اعتراض بروحوا بيعترضوا بالجهة اللي اعطاها الصلاحية القانون. الاتحاد الأمين العام شو بدك تقولي له؟ لمين؟ اتحاد الأعمال العام. نحن بننطر القضاء، نحن تحت القانون مش فوق القانون. أصدقائي نحن بدي أشكركم، بدي أشكر كل اللي تابعوا معنا، وبدي أعتذر من كل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا وما قدرنا أخذناهم على الهواء لأنه كان الوقت ضاغط جدا لهذه الحلقة التوضيحية بمسار تطورات تركيب العدادات لمشتركي مولدات الكهرباء الخاصة. بشكركم وإلى اللقاء يوم غد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.